التاسع والعشرون من ديسمبر من عام 1848، بدأ التداول بأول عملة صغيرة في زنجبار إبان حكم أسرة آل بوسعيد، وهي البيسة. التاسع والعشرون من ديسمبر من عام 1941، أصبح الشيخ مبارك بن علي الهنائي والياً للشريط الساحلي التابع لمومباسا، واستمر الشيخ مبارك في هذا المنصب حتى عام 1958. التاسع والعشرون من ديسمبر من عام 2008، بدأت في مسقط أعمال القمة التاسعة والعشرين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي برئاسة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. ودعا جلالته في كلمة الافتتاح دول المجلس إلى أهمية العمل مع الأطراف الدولية في معالجة ما يمكن أن يصحح الأوضاع المالية العالمية ويعيد التطور الاقتصادي والاجتماعي، كما أكد جلالته على ضرورة ألا ترهق أسعار النفط المستهلكين ولا تضر بالمنتجين. وقد اعتمدت القمة اتفاقية الاتحاد النقدي، كما اعتمدت النظام الأساسي للمجلس النقدي، إضافة إلى اعتماد الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدول مجلس التعاون بعد تحديثها وتطويرها.